Technoplanète. Information. Clair et net. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مع الرسالة رقم 11 المتعلقة بالمعلومات حول طبيعة ديال برايل إيفيريست في 4. إذن هذه الرسالة غتختلف شي شوية، بدينا ندخلوا شوية الأعماق، غتختلف على الرسائل اللي كانوا من قبل. حنا دابا كنعرفوا باللي المطبعة ديال برايل غالية بزاف، دايرة الثمن، وكذلك البرامج ديال الترجمة هما دايرين الأثمنة. واش ممكن الكفيف مثلا اللي ما عندوش باش يشري المطابع او البرامج اللي توفر على المطبعة ما عندوش باش يشري البرامج اللي غيترجم بهم البرايل، واش ممكن عنده شي وسيلة اللي يمكن ليه يطبع به بشي برنامج مجاني او شي حاجة؟ اول حاجة كاين واحد الخدمة، واحد البرنامج كتصيفطو المطبعة ديال إيفيريست، الشركة ديال إيفيريست كتصيفطوه مع المطبعة، سميتو إيبي برينت. هاد البرنامج هذا يمكن لنا نصيفطو به الكتب ديالنا للمطبعة ونطبعوهم وهو مجاني، ولكن عندنا الشرط. هاد الشرط ينقسم إلى جزئين. الجزء الأول من هاد الشرط إما يكون عندنا برنامج اللي كيترجم كنترجمو به النص ونحتفظو عليه حتى من بعد، أو كاين الشرط الثاني نكونو حنا حافظين طريقة باش يمكن لينا نكتبوا الحروف اللي كتأقلم معهم المطبعة، لأن هذيك الترجمة اللي تنذكروها بمعنى أنهم الحروف كتبدل الصيغة ديالهم بمعنى الكلمة باش المطبعة تفهمهم. ملي تيتبدلوا بالترجمة عاد المطبعة كتخرجهم لينا بطريقة برايل. وأنا فكرت نسرد هاد الحروف واحد بواحد كيفاش تيتكتبوا باش الإنسان الكفيف يفهمهم إن شاء الله. إذن عندنا الألف كي تكتب بأ بحال أ ديال الفرنسية، الباء بحرف بي زعما إلا بغينا نكتبو نصيفطو مباشرة النص للمطبعة بلا ما نترجموه بشي برنامج آخر. وحنا نشوفو التاء الغير معجمة هي حرف تي بالفرنسية، علامة الاستفهام هي الثاء المعجمة، علامة الاستفهام هي الثاء المعجمة. الجي اللي كتكون في سميتو بالفرنسيه في جواد هي حرف الجيم. نقطتين دو بوان هي حرف الحاء. اكس هو حرف الخاء. الدال هي حرف الدي. اكسكلاماسيون هي حرف الذال، علامه تعجب اكسكلاماسيون. ايغ هو حرف الراء. الزيد هو حرف الزاي. اس هو حرف السين. بورسون بالمئة هو حرف الشين. ايكوميرسيال هو حرف الصاد. دولار هو حرف الضاد. قوس مغلق بارونتيز فيرمي اللي كيكون في داك السطر الفوقاني في البيسي هو حرف الطاء. تساوي ايجال هو حرف الظاء. قوس مفتوح اللي هو في السطر الفوقاني بارونتيزوغ هو حرف العين. انفيريور اللي كيكون حدا دوبل في الكلافي هو حرف الغين. اف هو حرف الفاء. كي هو حرف القاف. ك هي حرف الكاف. ال هو حرف اللام. ام هو حرف الميم. ان هو حرف النون. اش هو حرف الهاء. دبل في هو حرف الواو. اي هو حرف الياء. اذا هادو هما الحروف الهجائيه، غنختصر نكتفي بهم، ومن بعد ان شاء الله غنبينوا الحركات والعلامات اخرين، ومن خلال حتى الانسان الاجتهاد علاش لا ما يجتهدش ويعرف كل شيء. اذا طريقه باش كنكتبوا في هاد البرنامج اللي كيتسمى اي بي برينت. اولا كنقادوا الهوامش في المطبعه. ملي كنقادوا مثلا نعطيو المثال، درنا
19 مربع ودرنا 20 سطر، وبغينا نخليو 3 د المربعات على اليسار خاويين وواحد على اليمين خاوي. هذه هي النقطه الاساسيه هنا. الا بغينا نكتبو بهذه الطريقه ديال الفابي ديال المطبعه اللي كيتسموا الفابي بي ار اف برايل فرونسي بمعنى، الا بغينا نكتبو بها خاصنا حنا نقادو هذا الهوامش بيدينا، بمعنى خاصنا نشدو الحساب ما نفوتوش ما نزيدوش مثلا شي حرف على 19 حرف. الا زدنا شي حرف على 19 حرف ملي كنكتبو اشنو تيوقع لينا هنا؟ تيتزاد لينا سطر خاوي. خاصنا نركزو مزيان نجيبو 19 حرف 19 حرف تنساليو ونسجلو هذا الفيشي، والافضل نسجلوه في تي اكس تي في البلوك نوت، وكنمشيو للاي بي برينت من بعد في التطبيقات غنتعلمو كيفاش نصيفطوه وكيخرج لينا مقاد بخير وعلى خير. اذا غير الا حفظنا هاد لي زالفابي برايل وشربناهم ما كما كيقولوا، يمكن لنا نستغنيو على جميع البرامج ديال الترجمه بطريقه برايل. نكتفيو بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.